السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال واموركم تكون هانيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي هو زوين بزاف بزاف. غادي نشارك معكم بعض المشتريات اللي عاد شريتهم، وقلت علاش ما نشاركمش مع المشاهدين ديالنا والاحباب ديالنا والاصدقاء. كيف ما كنعرفوا يعني كل شيء كيبغي المشتريات، والمهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مشتريات اللي شريت بعض البيجامات. كما كنعرفوا دابا الوقت بدا يعني عفوا الحال بدا كيبرد، وقلت غادي نشري واحد البيجامات ونفس الوقت نشاركهم معكم. المهم غنبداو باول حاجه. اول حاجه واحد البيجامه ديال الزنقه ديال الخروج. ها انتم البنات خديت هذه، ها انتم البنات خديت هذه ديال الخروج ديال الزنقه. صراحه اول مره كنشري هذا الشكل، هذا اول مره، حتى كنخاف من عيني تحبوا ليا. المهم حتى يدوز القيشه ديالها ها كيفاش كيكون تحت عليا هكا. انتم البنات شوفوا البنات كيفاش كيكون، صراحه فنه وغليظه يا البنات. تبان لكم هكا راها غليظه يا البنات، شوفوا كيفاش دايره الثاني ديالها. شوفوا البنات فنه. نوريكم دابا السروال ديالها، هذا هو السروال البنات، حتى هو زويون وغليظ. هانتوما غليظ، ندوزو بها هاد البرد هذا. هانتوما شتو كيفاش دايره، نوريكم السروال ديالها هكا كتلبس. صراحة أغزاء. وخديت هاد، نحيد لكم هاد الحيده من الطريق، خديت هاد البلطوفه هادي. بالنسبه للثمن ديال هادي خلاها ليا ب 200 درهم، هاد الكيطمه هادي ديال الزنقه خلاها ليا ب 200 درهم، حيت كلا بغى يسولني على الثمن. اللهم نذكر معكم الثمن حتى باش نتوما تعرفوا تربطوا الشراء وما تقولبوش. وخديت هاد البنات هادي، هادي دابا ديال البرد زوينه صراحه. خديت هادي ب 50 درهم، هو قال لي 60 درهم ولكن خلا ليا ب 50 درهم. صراحه زوينه غادي نلبس هاد البانيت حتى جاني البرد في رجليا. وهنايا عندي شاكوا لكم دابا بيجامات. ها انتم البنات وخديت هاد البيجامه هادي اللي هي غزاله يا البنات. ها انتم شوف كيفاش دايره، هانتوما راها زوينه. هوب حلق طيب. شوفوا البنات هذا هو الفوقاني ديالها، وهذا التحتاني ديالها السروال التحتاني. سمحوا لي البنات واحد القطيط مشى ليا للستادر وكيقمش ليا فيهم وباقا جدادين، عفوا البنات. المهم هاد السروال هذا التحتاني شوفوا كيفاش كيدير البنات، راه فن فن يا البنات. هانتوما كيكون على هاد الشكل هذا من التحت. المهم البنات راه غزال. هانتوما البنات بالنسبه لهذا خديتها ب 120 درهم، 120 درهم وكاين شي حاجه اللي هي زوينه. هانتوما البنات نوريكم التكيته 120 درهم. نمشيو دابا تاني بيجامه، تاني بيجامه بيجامه عفوا هي هذه. هاي البنات حتى هذه راها غزاله البنات، شوفوا كيفاش دايره في هاد اللعيبات هادو، كتجي فنه في اللبسه كتحمق، والثوب ديالها واعر. ولكن هذه الصراحه ما تقدرش تلبسها قدام شي واحد حيت كتعزل لك الفورمه ديالك. وخا البيجامات الاخرى اللي خديت كاين ماشي بحال هذه اللي كتجي زوينه في اللبسه ولكن كتعزل لك الفورمه، يعني انا ما نقدرش نلبسها قدام شي واحد. هانتوما البنات المهم راه فنه، الا كنتي انت والزوج ديالك ولا انت وليداتك باقا صغارين تلبسيها. هانتوما البنات هذا
الحسني ديالو. انتو البنات الحسني ديالو غير كيبان لكم حمر بزاف وراه شويه مفتوح بحال بحال الاخرى. انتو البنات هذا وهذا هو الحسني ديالو. انتو البنات هو راه غزال. انتو نقرب لكم الكاميرا. تصور كيتجبد هادو كاملين كيتجبدوا. بالنسبه لهذه خديتها ب 100 درهم، خلى لي السيد 100 درهم يمين باش عندهم كيخلى لي 100 درهم. غادي نمشيو لتالت بيجامه. تالت بيجامه اللي هي هذه. انت البنات صراحه راها غزاله. هاد اللون هذا كيعجبني انا بزاف، هاد اللون قشيري ما عرفتش علاش كيعجبني بزاف. بالنسبه لك الحمراء مال الالوان يعني مفاش كن يعني كنشريهم. شوفوا البنات هذه حتى هي فنه ورطبه يا البنات. نقرب عليكم شوفوا راه شي حاجه زوينه. وهذا السروال ديالها البنات راه كيتجبد. شوفوا والله البنات راه فنه وغزاله. شوفوا كيفاش دايره من التحت. صافي البنات هذه هي ثاني بيجامه. نمشيو دابا ثالث رابع بيجامه عفوا. هذه بالنسبه للبيجامه اللي وريتكم تلبسوهم تكونوا بوحدكم في الدار. الا نتوما عندكم عادي مع والديكم ولا خوتكم ماشي مشكل، ولكن انا هادشي صراحه كنلبسو غير في الدار زعما غير انا والزوج ديالي بوحدي. قدام شي واحد لا كنلبس طويله، كنلبس مثلا بحال لابسه دابا هذه راه طويله كنلبسها بحال هكا حيت كيجيو شويه يعني عازلين لك. الا كنتي ضعيفه ماشي مشكل. ها انتو البنات هذه رابع بيجامه صراحه حتى هي زوينه. واخا هذه الثمن ماشي بحالهم ولكن الثوب ديالها بحالهم سبحان الله. هذه خديتها من عندك اللي عندهم فراشه في الزنقه. عرفتي البنات فنه شوفوا كيفاش دايره. هانتي زعما فيهم العقادي. هذا البنات خديتها ب 70 درهم 70 درهم هذه. وهذا هو السروال ديالها. شوفوا البنات هانتو نقرب لكم الكاميرا. هانتو ها فنه فنه. صافي غنمشي معكم دابا الجلابه. خديت البنات هادو تصوروا هادو لقيتهم ثلاثة بخمسة دراهم. ايوا انا ناخذ منهم لهاد البرد هذا. شوفوا البنات شحال خديت. خديت جوج ب 10 دراهم يعني هي ستة الحبات ديال التقاشر فنين. شوفوا البنات وخديت هاد الجليبه هادي. بعد ما كنبقى نمشي شي بلاصه ما عنديش صراحه جلاب بزاف، اغلبيه كنلبس الرومي وقلت ضروري غناخذ شي جليبه. خديت هذه راه غير كتبان لكم حمراء بزاف كي هي ماشي حمراء شويه مغلوقه. ها انتم البنات خديت فيها هاد رشيمه هذه. شتو البنات راه كتجي زوينه. ها انتم البنات راها غزاله. نجيب لكم الشان ديالها خليته له. شوفوا البنات بالنسبه لهذه خديتها ب 300 درهم. انا جايه البنات وهذه البنات هذا هو الشان ديالها الشان ديال الجلابه. هذا خديته ب 90 درهم. هادو اللي خارجين دابا كيجيو فنين. ها انتم البنات وهذا هو الفيديو ديالنا البنات. كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تدعموا القناه افاتي فلوك باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد ونقحط لكم الحصري. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه وعلى الاشتراك في القناه وعلى بزاف ديال الحوايج. كنشكركم بزاف بزاف. وهذا هو الفيديو ديالنا. من هنا كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.